السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم بقناتكم قناة محمد تيوبسات لأحدث الترددات على القمر الصناعي النيرسات. نتابع معكم دائما أحدث الترددات والتغيرات على القمر الصناعي النيرسات. في بداية هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. نعرض لكم بهذا الفيديو تردد قناة الأطفال العراقية الرائعة والمميزة. تابعوا معنا لنهاية هذا الفيديو نتعرف على هذه القناة وطريقة إدخال التردد. من زر المنيو بالريموت تظهر معنا قائمة التركيب، نذهب إلى قائمة الترددات. لإضافة تردد جديد على القمر الصناعي النيلسات نضغط على الزر الأحمر الموجود بالريموت ونقوم بإدخال التردد. عشر على معدل ترميز 27500 والاستقطاب أفقية وحرف الأتش، ونضغط موافق لإدخال هذا التردد. ظهرت رسالة بأن التردد موجود مسبقا، نقوم بوضع إشارة الصح أمام التردد ونضغط على الزر الأزرق الموجود بالريموت. البحث عن الشبكة نجعله مغلق، نوع القناة نجعلها مجانية ونبدأ عملية البحث. ظهرت 15 قناة على هذا التردد، نضغط نعم لحفظ عملية البحث. نعرض لكم اليوم تردد قناة عراق كيدز الجديد على القمر الصناعي النيلسات. شاهدوا على تردد 11315 على معدل ترميز 27500 والاستقطاب أفقية وحرف الأتش. شكرا على المشاهدة والمتابعة، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.